ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم ادم جمعه، والنهارده معانا فيديو الفود. يعني في اكشن كتير، يعني هو فيديو فيه اكشن كتير قوي وحاجات غريبه، يعني كلاسيكيات الفود، ممكن نقول عليه كلاسيكيات الفود. حاجه من يعني مش عايز احرق حاجه خالص. انا جوائز الفود من حسابي بعد ماتشات الفود، انا مش هطول عليكم اكتر من كده، بس طالب منكم ننزل نعمل لايك. عايزين نوصل للفيديو ده 3000 لايك، مش عايزين سبسكرايب، يا ريت ننزل نعمل سبسكرايب. عايزين نوصل ل 100000 قبل اخر السنه. هسيبكم مع الفود. خش يا ابني. ادي الخطه، لسه شاري ووكر عشان كده مش محتاج باك يمين هجومي. دي التشكيله بلعب بيها دايما، هي يعتبر بتاعت علي 4-4-2، واحد مهاجمين ستي فورورد او الاثنين مهاجمين سوري ستي فورورد، واحد جيتن بيهايند سريع، الاجنحه ستي فورورد جيتن بيهايند، واللي في النص ستي باك كفر سنتر، وده بالانس وفري روم وكفر سنتر، ودول ستي باك. ده بكل بساطه الخطه والتكتيك الاساسي بتوعي. حد الحقنا يا جدعان، انا داخل ماتش بكونكشن كويس. الريكورد 6-5، كانت 4-1 الصراحه، بس الكونكشن الصبح كان بيرجع كونكشن ترجيع. سفلتك يا كابتن جمعه، يا سفلتك ويا قله ادبك وعلى ثقتك وهدوءك في الكوره يا كابتن جمعه. يا اخي انت لاعب فيفا عظيم والريكورد لا يهم. ما كفايه بقى يا عم جمعه، بص الكوره كده، بص الجول ده. اتفضل. بقول لك قبل ما الكوره تتلعب، بقول لك بص الجول ده، انا مش بقول لك احتمال، لا انا بقول لك بص الجول ده. لعيب الفيفا كويس اللي زي انا كده، يعني زي كده انا عارف بتبص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي، بيبقى عارف وهو داخل على المرمى الكوره رايحه فين، ودي موهبه صعبه يعني الواحد لازم يكتسبها عن خبره. الله الله على الربان، الله الله، انها عظمه فيفا جميله ديفليكشنات يخلي عرضياته وصلاته ويخش فينا جولاته. لا اله الا الله. سنتراتو عند كابتن جمعاته، سنتراتو بوم. ايوه خيسوس راشفورد، خيسوس راشفورد. مين؟ لوكاكو ابو ابراهيم. اولا ذكرت واحد، خدي سلام على السروق اللي بالمسطره من الولد ابراهيم. يا سلام والله يا جدعان، دي بروينه ده احسن، يعني انا عايز اجيب له كانتي، بس نص مليون كتير قوي يا كانتي. حاسب ودي له السروق. ده مين ده؟ ديفيس. طيب حد كده انا عشان السلمة بنزيمة، شوت يا بنزيمة. ايه ده؟ رجله جت امتى دي؟ اوعى. طب اوعى كده يا ولا. روح الرحيم انت سريع، المفروض يعني انت سريع. خلص يا كريم، ذا دريم جو. واحد دي يعني الواد ده، يعني دي اول هجمه عدله يعملها من الماتش كله، واحنا مضيعين بالعبيط عشان اليسون قلب سبايدر مان. شوف صايد يا حبيبي، استلم بقى. يا لهوي على الحراس. كريم مش شطاش برجلك ليه؟ الواد ده ما استلش، تعالى. دي 105 حاجة وسخة. لعيب فاشل اساسا، لعيب ما فاشل، انا بلعب لعيب فاشل وكسبان ازاي؟ اقسم بالله لعيب ضايع، لعيب فاشل والله العظيم، لعيب ملوش فيها والله العظيم، من اسهل اللعيبه اللي لعبتها في التكييف، ما جاش اصلا. لا لعيب ضايع، ما اعرفش ازاي كسب، ما عنديش اي فكرة ازاي كسب. لعيب سيلفر كريم بنزيما يا جدعان، رهيب. راشفورد بلاش اعرف. شوت هات جول. ما هي لعبه وسخه اصلا، هات جول. ما انت عمال تحنكش من الصبح في 60 كورنر ترجع لك.
حط بشمالك يا اخي. جافو الماتش اللي فات بالظبط 1-1 برضو، والواد يعني مش صعب قوي ومش عارفين نعمل اي حاجه. طب اباصي لمين؟ دي بروين واقف في منطقه الجزاء، معيش خط نص، اباصي لمين؟ انا هرجع للدفاع يعني. خيسوس، يس يس سكور. نجرب في نسايه خضرة، ايه دخلت بزاها. حلوة قوي يا بنزيما، ابوكي لعبة. ايه ده؟ هو انا لازم اقطع كرة ازاي عشان اخدها؟ ايه ما هو المطلوب؟ بلن مستاهلاش، شكرا. ولا ده روشفير تستاهلش بلنتي، لكن انا استاهل اجيب جول. انت الابديت يا حبيبي، مش صلحت فيه حكايه الانترسبشن دي؟ ما هيخش فيها جول من الخرا ده. بنزيما بنزيما بنزيما، والله لا قفل 4-2-3-1. انا بقى هعمل نفس البيض، ما هو بيض ببيض بقى. يا كل مره بيخش فيها جول الوسخ ده. يا عم بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ده ما بقتش كده، بيطلع بره لوحده. ساب الكوره، ساب الكوره، ساب الكوره. ام القرف. لا 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 لا، دي حاجه وسخ الصراحه يعني. يا عم باصي عدل، الماتش ده وحش قوي، ورا قوي، جيم بلاي وحش قوي 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 قوي، سيء. وانا ريكورد كام ولا النقط الوسخه اللي انا مش فاهم حاجه؟ اقعد بقى اطلع احسب بقى. انا ما اعرفش والله، ما اعرف، انا ما اعرفش والله ما عارف. اه يعني ممكن اخسر ماتش، كان لازم اكسب 4 واخسر 1. لو عايز اجيب رانك 2 يلا يا عم، انا ملطشه لاي حد. خلص يا خسوس، خلص يا عم، خلص. اوفسايد طبعا ستيرلينج، مش انت لعيب وسخ ما بتعرفش تلعب ودايما واقف لي في الاوفسايد، انت والزفت اللي اسمه فليبي اندرسون، اتنين بهايم عندي. طب هترجع له؟ ترجع له ليه؟ وعداني ازاي؟ ايه الحكايه؟ ايه ده؟ مش هعلق والله، ان شاء الله لو علقت هقول حاجات ما ينفعش تقل لايف. ايه ده؟ يا حبيبي بتشوف بشمالك ليه يا حبيبي؟ رجلك يمين مقطوعة؟ جول دي بروينا. خلص ستيرلينج، انا والله خفت يضيعها، والله خفت ستيرلينج يضيعها. السلامة يا معفن. يلا يا بنزيما، يلا يا بنزيما. خيسوس خلص، خيسوس خلص. والله العظيم جماعه جماعه جماعه، يعني مش ممكن، مش ممكن، الدفاع مش طبيعي، مفيش شوط، مفيش اي فرصه، مفيش اي حاجه. حاجه وسخه، حاجه وسخه بجد، مش طبيعي. انا مش عارف اشوط غير ما 30,000 رجل بتخش لي في النص. جول جول يا لهوي، ده طلوع الروح، بطلوع الروح والله. حاجه وسخه والمصحف الشريف، حاجه وسخه والله العظيم، حاجه وسخه. انا ما اعرفش ايه اللي حصل وحصل ازاي، بس حاجه وسخه. يلا ضيعها يا زهر، ضيع حاجه وسخه، حاجه وسخه. ازاي حتى يا عم؟ هات جول، هات جول والله، هات جول والله، هات جول، هات جول واخلص، هات جول وخلصني، هات جول وخلصني. دي لعبه وسخه والله العظيم، لعبه وسخه. لازم ناقص 3 ماتشات لازم اكسبهم عشان اجيب رانك 2 والله العظيم. لو خسرت في واحد من الثلاثه مدي ما مدي فري وين واحد، الا لو حد اداني فري وين. عشان الاسبوع ده خرا، قال تخش وتسيب الماتش غير فري وين. يلا بالجزمه انا كمان، محدش هيشوف فري وين الاسبوع ده، ده لو اساسا جالي فرصه، وده اللي غالبا عشان هم خسران الماتش ويبقى عندي ماتشين مش مديهم لحد، عشان العالم التكسكه اللي احنا عايشين وسطيهم دول. كورتوا
يعني من غير حلفان، انا اول فرصه ينفع اغيرك فيها او ارميك في اس بي سي مش هتردد 3 ثواني. خلص يا بنزيما، خلص يا بنزيما، خلص يا بنزيما يا عم، ده حاجه تقرف. يا كورتوا ايه ده، بيشوط هنا بينط هناك. كورتوا كورتوا بتعمل ايه؟ خلص يا خسوس كده، عندي مفروض كانت تبقى فاول لو ما دخلتش. بودي اللعيبه في اتجاهات، هما بيروحوا في اتجاهات تانية خالص. في العرض ده هي، يلا ستيرلينج هنضيعها ازاي؟ وستيرلينج ويشوت اكيد كل بالي عمل باليه. خلص يا دي بروين. يا جول جول، ليه مش جول؟ ليه اوف سايد؟ طب انت كنت بتعمل ايه في الفاول عشان تبقى اوف سايد؟ طب انا اتحكم في الاوف سايد ده ازاي؟ انا بشوط الفاول، انا هتنبي ان اللعيبه حمير. لا باي والمصعب ده بوكس. بيلن 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 في الدقيقه 90. يس يس يس. اللعب تقيل فشخ، اللعيبه بدوس اكس ما بتبصيش، بوجه في ناحيه ما بتوجهش، بعد العدل ما بتتعدلش، بشوط شوطه ما بتتشطش، لعب في حاجه مصيبه بس انا مش عارف ايه هي. فيرنر يا نهار اسود، راشفورد يا نهار اسود، راشفورد بسيط لميليتاو، بسيط. ايه الهبل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ الاكس ما بتشتغلش. انتوا لو شايفيني متعصب لو مسكتوا الدراع مكاني هتفهموا انا قصدي ايه. الدراع فيه مشكله؟ يس يا سلام، دراع جديد نوفي، دراع جديد نوفي، لمسش عبش بيه غير ماتش فيفا قبل كده. اهو 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 بيروح في حته انا ما وجهتوش، والله ما وجهتك في الحته دي يا متخلف. النبي والنبي نشبشب شبشب شبشب شبشب. جول 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 جول. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بطلع الحارس الثاني يا حبيبي. اوف ولد يا بنزيما، ولد يا بنزيما. يا السلام لو تسيب الماتش يا معلم، يا السلام عليك يا معلم. ماتش يا جدعان لو كسبناه نجيب رانك 2، ماتش واحد ماشي. راشفورد رشاش بتجيبه. اوه ازاي صدها كورتوا ده حمار. كمل أم دي لعبة خرا. إزاي خرا خرا؟ خلص يا بنزيما. إزاي يا جدعان؟ هترد بجول؟ هترد بجول؟ هترد بجول يا كورتوا. خلص يا خسوس، خلص يا خسوس، خلص بقى، مش ممكن. يا ديني يا ديني على البلوكات. بتزيمة يا لهو انتم يا رب يا رب يا رب. اعمل ايه تاني؟ راح عليا رانكتو، راح عليا على اخر ماتش، راح عليا اسبوع وسخ ولعبه وسخه وجوائز هتبقى وسخه زي اللعبه اللي عم زي ولاد اللي عملوها. حاجة وسخة، حاجة وسخة. رانك خرا 3، رانك خرا بقى، ورينا الخرا اللي هيطلع لنا من رانك خرا اللي اسمه رانك 3. هيطلع لي مين يعني؟ أعمل إيه بنفاس؟ أعمل إيه بنفاس؟ أعمل إيه برافينيا؟ ولا هيطلع لي أي خرا من الباكات 100,000 عشان تطلع لي 83 تاني، وباكات الأسبوع الخرا اللي مش هتطلع لي غير 3 ب10,000، والحرق ده كله على الفاضي، والآخر ماتش يضيع أم الرانك. اهو يا عم لينكو خرفيتش، هات يا عم لينكو زفت، هات كويكسل كويكسل في النادي، هات ال 100,000 اللي فيها الخرى الاخير من الخازوق الاخير. اكيد 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 مش صن،
اكيد مش صن، لان كنت متوقع انا مستني عالم كوريا يظهر مثلا، ولا الهوى ولا الهوى، جوايز خرى ولعبه خرى، مش عايزين حاجه من الشوكه يا عم. الله يا عم لعن ابو دي لعبه.